20 ألف سنة مضت على العالم في أعماق العصر الجليدي الأخير. لعدة آلاف من السنين بقيت معدلات درجات الحرارة العالمية 15 درجة فهرنهايت، هذا حوالي 8 درجات مئوية أقل مما هي اليوم. وغطت الأنهار الجليدية الكثيفة الكثير من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. خارج مناطق الغطاء الثلجي كانت الأرض جافة جدا، وأصبح من الصعب البقاء في معظم المناطق. بعض المناطق حيث كان يعيش الناس أصبحت قاسية، وفي بعض الأماكن فصلت حواجز جديدة من الثلج أو الصحراء مجموعات من الناس. ولكن رغم كل الصعاب وجد بعض الناس سبل البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية شمالا حتى سيبيريا. لم يخلق العصر الجليدي فقط الحواجز، بل خلق أيضا الجسور. مع احتباس الكثير من المياه في الجليد انخفض منسوب البحر كاشفا الأرض وأوصل سيبيريا وألاسكا. استغل عدد قليل من الناس في سيبيريا مميزات هذا الجسر وللانتقال إلى ألاسكا في الوقت الحاضر، وفيما بعد إلى أجزاء أخرى من أمريكا الشمالية. ربما اتبعهم بعض قطعان مهاجرة، أو ربما سافروا في قوارب صغيرة أسفل ساحل المحيط الهادي، أو ربما فعلوا كليهما. بغض النظر عن كيف وصلوا هناك، هؤلاء الناس الذين وصلوا هناك أصبحوا أسلاف الأمريكيين اليوم. في فترة قصيرة كان البشر في ركن صغير في إفريقيا، سكنوا كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وفي منازلهم الجديدة بدأت لغاتهم تتميز لتشكل سلائف اللغات اليوم. ربما لم تنجو بعض المجتمعات السكانية من العصر الجليدي، وهؤلاء غالبا أصبحوا أكثر انعزالا عن المجموعات الأخرى. أصبحت مجموعات مبعثرة في جميع أنحاء العالم، تلك المجموعات أصبحت أكثر ثقافة متميزة جينيا عن بعضها البعض. كيف ساعدت الإبداعات الثقافية القليل من هذه المجموعات لتوسيع نطاقها بشكل كبير خلال آلاف السنوات؟